أهلا وسهلا بكم في صدى إقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية والمحلية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت، الحكومة الحالية عاجزة عن محاكمة كبار الساسة الفاسدين. في كتابات عبد المهدي يخدع المرجعية، استمرار اعتقال المتظاهرين بمساعدة قيادة الحشد. في العرب اللندنية، قوة جاهزة للاشتباك، رسالة الحكومة العراقية لترويع المحتجين. في الشرق الأوسط، روحاني يطالب باستفتاء على الخلافات الاستراتيجية. في المدى، 50 دعوى قضائية تلاحق رئيس الحكومة والجيش وفصائل الحشد بسبب قمع التظاهرات. في القدس العربي، ترامب ينتقد حليفه غراهام ويقول إنه يريد أن نبقى في الشرق الأوسط لمدة 1000 عام. وفي العربي الجديد، بنس وبومبيو إلى أنقرة يتجهان من أجل وقف العملية العسكرية التركية شمالية سوريا. أهلا بكم إلى المقالات الآن، والبداية بهذا المقال المنشور في صحيفة العرب، وفيه: معركة شباب اليوم بلا غطاء أو دعم خارجي، فهي ضد تدخل السافر في شؤونهم من قبل نظام ولاية الفقيه. يقول الكاتب مجد السامرائي في مقاله المنشور بصحيفة العرب اللندنية: هناك معادلة سياسية مهمة جديدة أوجدتها انتفاضة شباب العراق بعد 15 عاما من حكم حزب الدعوة والمنظمات الإسلامية وزعامات التقديس المذهبي والقوى الإسلامية الشيعية التي فقدت آخر أغطيتها. أهم حدث نوعي قد يغفله كثيرون في انتفاضة الأول من أكتوبر هو تغيير معادلة المعارضة للحكام الفاسدين في التخلي النهائي عن المعلبات الأيديولوجية القومية واليسارية والدينية التقليدية التي ارتبطت بعهود ما قبل العام 2003 في العراق. فأبطال تلك العناوين السابقة اندثروا ما بين معارض لم تبقى في جعبته غير الذكريات عن الحلم القومي العربي أو الماركسية اللينينية أو حكم الخلافة الإسلامية أو قابل بالمراقبة من بعيد على مشهد بلده الدامي وتأييد أبنائه وأحفاده الفتية بما يصنعونه من أسطورة جديدة. كما سقطت وتفككت جميع الأسلحة التقليدية للحكام الفاسدين بأنهم حماة الدين والمذهب الشيعي، لأنهم قمعوا أبناءه وشبابه ولم يعد بمقدورهم تقديم أغطية جديدة للدفاع عن إمبراطورية الفساد ومافياته، فاضطروا إلى الدخول بأدوات القمع التقليدية لمواجهة الشباب الثائر. هذا التطور بقدر ما هو قاسي ومؤلم، لأن فيه تضحيات بالأرواح، إلا أنه يشكل مقدمات للانتصار على القوة الخفية الكبيرة التي اضطرت إلى الدخول بعناوينها وقواها الأصلية وهي النظام الإيراني باسم رئيسه. يقول ماجد السامرائي: لقد خسر هؤلاء الحكام في العراق مرتين، الأولى بمعاداتهم للشعب العراقي والثانية بخروجهم من المعركة الأخيرة كوكلاء للطرف الحقيقي من خارج حدود العراق التي استبيحت، وهو نظام خامنئي الذي قرر الدخول في المواجهة في العراق بثقله الأيديولوجي واللوجستي. إلى صحيفة القدس العربي الآن، وهناك عنوان: العراق على مفترق طرق. كتب الدكتور شفيق ناظم الغبرة: لم تكن الاضطرابات المندلعة في العراق في بداية تشرين الأول وأدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وجرح 6000 لم تكن غير متوقعة. ففي العراق تناقض كبير بين دولة غنية لديها رابع احتياطي نفط في العالم وشعب في أغلبيته في ريعان الشباب يعاني من نيران البطالة ويعيش جزء كبير منه تحت خط الفقر. عن انتفاضة تشرين كتب شفيق ناظم الغبرة في صحيفة القدس العربي: ولوقوع المظاهرات في المناطق ذات الأغلبية والكثافة الشيعية قيمة كبيرة،
ورغم وجود بعض الشعارات المعادية لإيران والناقدة لدورها في العراق، إلا أن المطالب بالأساس تتعلق بالبطالة والفساد والكهرباء والمياه. أن تقع التظاهرات في المناطق الشيعية بينما يقوم الحشد الشعبي بالدفاع عن الوضع يعكس طبيعة التناقض القائم في هذه المرحلة. ويعيش النظام السياسي الراهن في العراق على المحاصصة بين كتل سياسية مختلفة. هذه المحاصصة تستنزف الاقتصاد، فكل حزب وتيار يأخذ لنفسه حصة من الدولة ويوزع الفوائد باتجاه أنصاره وحزبه. لذا فقد الشبان العراقيون الأمل بدور المؤسسات كالبرلمان والحكومة والدولة، بل تميزت آخر انتخابات في العراق عام 2018 بضعف المشاركة. وبالرغم من أن حزب مقتدى الصدر المعارض أخذ مقاعد جديدة في تلك الانتخابات، إلا أن الأمل بالتغير تبخر بفضل طبيعة المحاصصة في الدولة، وهذا يفسر زخم الحراك والغضب في الشارع العراقي. إن وصول الاحتجاجات لهذه الدرجة من الزخم يعني أن الوقت أصبح متأخراً للإصلاح السريع، وأن دورة جديدة من الاحتجاجات عمودها الشباب قادمة في المدى المنظور، إلا إذا وقعت إصلاحات ذات طابع استراتيجي. إن التوزيع والإعاشة لن يغيروا الكثير، فهناك أزمة هيكلية كبيرة وحاجة واضحة لتغييرات أكثر شمولية. شفيق ناظم الغبراء يتابع. لقد أصبح العراق على مفترق الطرق بين نظام سياسي أضاع مشروع الدولة وبين مجتمع وجيل شاب لم يعد يحتمل الانتظار وهو يسعى إلى إعادة صياغة مشروع الدولة العراقية على أسس جديدة. الآن إلى العربي الجديد، وفيها لقيت التظاهرات التي حصلت في مصر في الشهر الماضي استحسانا من إعلام الممانعة بفرعيها المحلي والإقليمي، وصف للقمع للتوقيفات، تغطية للإجراءات الأمنية والعسكرية، كلام عن الفساد والتهميش والفقر والضياع واستزلام الإعلام الموالي، خدعاته وانحطاطه وكذبه وديكتاتورية عبد الفتاح السيسي. ولكن هذا الإعلام الممانع وقف عند تظاهرات العراق ووصفها بالمؤامرة. هكذا كتب دلال البزري في مقال لها بصحيفة العربي الجديد. لم يمضي أسبوع على إخماد التظاهرات المصرية حتى اشتعلت بغداد وجنوبها أيضا شباب مهمش عفوي غير منظم غير محزب، يخرج بإشارات من مواقع التواصل يائس كما الشباب المصري، يصرخ بحقه بالحياة الكريمة والماء والكهرباء والعمل، يحرق العلم الإيراني تعبيرا عن سخطه ضد الطبقة الحاكمة، لا سلاح لديه غير روحه، فكيف تكون تغطية الممانعة المحلية لبركانهم؟ إنها مؤامرة إمبريالية صهيونية تحمل معها الفتنة والدمار، مدعومة من كل الدول الصغيرة والكبيرة المعادية لإيران إلى نهاية المعزوفة المحفوظة. وقد استمد الصداها من مصدر الممانعة نفسه، حيث تناوبت شخصيات النظام الإيراني على تشويه مقاصد هذه التظاهرات، فكانت دعوات من بينها التي أطلقتها الصحيفة الموالية كيهان إلى اقتحام السفارة. البساطة ليست من سمات أوضاعنا العربية الأكثر تعقيداً من أي أوضاع أخرى في هذا الكوكب الأمريكي في بغداد، فيما وصف عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران عباس كعبي أن أعداء الشعبين العراقي والإيراني، أي بريطانيا الخبيثة وأمريكا والسعوديين، كانوا يخططون منذ أكثر من عام لإثارة الاضطرابات والفتن ولتجير سلاح المقاومة في العراق لصالح أمريكا والسعودية على المنوال نفسه. تكلم رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض: ولا حاجة للتكرار. تتابع الكاتبة دلال البزري: في العراق لم تكن السجون مرحبة بالمتظاهرين، إنما القبور بعينها.
مئات من الشرائط التي أمكن تهريبها إلى العالم الافتراضي بعد قطع خطوط الإنترنت 4 أيام. كانت البرهان الأكيد على أن المتظاهرين السلميين المتسلحين بغضبهم العارم كانوا يقتلون برصاص حي مباشر يصيب قلوبهم أو رؤوسهم، يطلقها عليهم رجال الأمن أو القناصة المجهولون دائما، أو مدنيون يحملون سلاحا تسللوا من أطراف التظاهرات إلى قلبها. الآن إلى عربي 21 ننطلق وإياكم، وهناك مقال في مستهله: من المؤكد أن أسباباً موضعية جعلت مسار تونس من بعد الثورة مختلفاً عما هو عليه في جملة البلدان العربية التي اعتملت فيها ثورات عميقة لا تزال تغير في حقائقها حتى الآن، لكن ذلك لا يعني أبداً أن قوى الثورة المضادة وطلائع الاستعمار كانت ستترك تونس من محاولات التأثير، حتى لو كان هذا البلد العربي أبعد مسافة عن بؤرة الصراع. وعن جوهر المشكلات العربية، أي الوجود الاستعماري الصهيوني في مشرقنا العربي، عن تونس وتجربتها، كتب ساري عرابي في موقع عربي 21. على أي حال، وفيما يتعلق بقوى الثورة المضادة وهي التي في غالبها من يقود قاطرة التطبيع مع إسرائيل وتنتقل بها إلى مرحلة العمالة المكشوفة، فإن فوز قيس بن سعيد بانتخابات الرئاسة التونسية وبخطابه المعادي لإسرائيل والذي يتبنى مصطلحات الأصالة في الموقف من الوجود الصهيوني في بلادنا، وفي الوقت نفسه في فوزه على ظاهرة قيل إنها مدعومة من قوى الثورة المضادة بل ومن إسرائيل نفسها، وقد انكشفت اتصالات لها مع الاستخبارات الصهيونية، فإن ذلك في ذاته وبمجرده هدف مهم في مرمى الثورة المضادة والتي هي قوى العمالة لإسرائيل. دلالة فوز بن سعيد في هذا المستوى الذي نتحدث عنه يمكن تلخيصها في كون المعركة بين قوى التغيير وتطلعات الأمة وأشواقها وبين القوى المناوئة لذلك كله لم تحسم بعد، بالرغم مما تملكه قوى الثورة المضادة المستندة إلى الحضور الاستعماري في بلادنا من أدوات القوة والفعل والتأثير، وهو ما يجعلنا نشعر بالأوجاع شديدة الألم ونرى الدماء والمآسي في كل مكان، لأن المعركة غير متكافئة أساساً، ولأن إرادة التغيير لا تتجه صوب الحسن والخير وإنما صوب السوء والشر. خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد وهتافات الجماهير تعني أن طمس فلسطين من وجدان الأمة وضميرها محال مهما سخر في ذلك الإعلام وأنفقت الأموال وكممت الأفواه وصدمت الأمة بالخطوات التطبيعية والخيانية. ولكن وبالإضافة إلى ذلك، فإن الثورة ضد قوى الاستبداد والاستعباد والاحتكار والنهب والإفساد وطلب الحياة الكريمة والنهضة والإصلاح والتنمية هي ثورة ضد إسرائيل بالضرورة، وإلا لماذا يطلب الفاسدون والطغاة المدد منها والعون دائما؟ الآن إلى صحيفة الشروق الجزائرية، وفيها مقال في مستهله كتب كاتبه: بعيدا عن مضمون قانون المحروقات وحجم الرافضين له من الداعمين أو حتى ما يقال عن خطورته على الاقتصاد والسيادة الوطنية، فإن الأزمة الأخيرة أثبتت أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الحكومة الحالية هي زيادة على رفضها شعبيا، هي مشكلة اتصال حكومة بدوي وكغيرها من الحكومات السابقة، لا تعرف كيف تتصل أو لا تريد أصلا أن تتصل، ولا تفعل ذلك إلا بعد فوات الأوان وسقوط الفأس على الرأس. مقال للكاتب الجزائري قادة بن عمار في صحيفة الشروق. ويمكن تلخيص أشكال أزمة قانون المحروقات في عدة مؤشرات، أولها وزارة الطاقة التي تعنى أساساً بإعداد هذا القانون وصياغته، لم تنشر مضمونه سوى بعد أسبوع كامل من الأخذ والرد والقيل والقال وكثرة السؤال، بل إن وزير الطاقة نفسه خرج في أول يوم
ليدافع عن القانون قائلا إنه جاء نتيجة استشارة دولية وبموافقة من الشركات العالمية، فظهرت الحكومة وفقا لقاعدة وشهد شاهد من أهلها في صورة الباحث عن إرضاء الخارج واستمالة الأجنبي بدلا من البحث عن شرعية للقانون في الداخل. الغريب أن الوزير ذاته وهو محمد عرقاب وبعد أسبوع من كلامه الأول عاد ليقول إن القانون أعدته كفاءات جزائرية ناسيا أو متناسيا أنه وفي زمن المعلومة سيتمكن الجزائريون وعبر بحث بسيط من معرفة عدد المكاتب الأجنبية التي أعدت القانون ومعرفة عناوينها، وفي مقدمتها مكتب أمريكي كانت له الكلمة الأخيرة في صياغة البنود. ثانيا مدير المحروقات بوزارة الطاقة، وبدلا من طمأنة الجزائريين على مستقبلهم فضل تخويفهم بقوله إن عدم تطبيق القانون بشكله الحالي سيدخل البلاد والعباد في أزمة اعتبارا من سنة 2030، إذ إن تستطيع الجزائر تصدير الغاز بل ستستورده. ويختم قادة بن عمار في مقاله المنشور بصحيفة الشروق الجزائرية قائلا إن خلاصة القول، وبعيدا عن مضمون القانون وما إذا كان سيخدم البلاد أو لا، فإن الأسئلة الحقيقية ترتبط أولا بالجهة التي أصدرته وتتمسك بتمريره بعيدا عن رأي الخبراء المحايدين، وفي ظرف سياسي معقد ناهيك عن الأزمة المتمثلة في غياب اتصال شفاف وصريح يحترم عقول الجزائريين ويتعامل معهم بشكل لائق بعيدا عن الوصاية والاستعلاء. الآن إلى صحيفة بوليتكو الدولية، وهو المقال الأخير معنا في صدى الأقلام لهذا اليوم. وفيه قالت صحيفة بوليتكو إن مقامرة ترامب السورية لم تؤثر على دعم أنصاره له، فعادة ما تمنى الرؤساء الأمريكيون تجاهل الشرق الأوسط ومشاكله، إلا أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز الأمنيات إلى توقع الناخبين لمكافأته على قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، وهو القرار الذي خلق حالة فوضوية في شمال شرق سوريا وشكل حالة من الشجب الواسع له من أنصاره الجمهوريين وكذلك من خصومه الديمقراطيين. وترى مجلة بوليتيكو في مقال أعده نحال توسي أن مقامرة الرئيس ترامب تقوم على دعم أنصاره لمدخله القائم على إلى الجحيم لهذه المنطقة المتقلبة من العالم، وهو موقف فيه مخاطرة قد يأتي ليلاحق الرئيس في انتخابات تشرين الثاني نوفمبر عام 2020. لكن الرئيس الذي واجه فيضانا من الشجب قدم صورة عن رجل غير نادم على قراره. وأشارت تقارير لهروب عدد من سجناء تنظيم الدولة من المعتقلات التي يديرها الأكراد. ويقول توسي إن الجمهوريين كانوا لاذعين في تقييمهم لما حدث من انحراف في السياسة الخارجية الأمريكية، ووصفوا التحرك بأنه مثير للمرض وكارثة، فيما حذره المدافعون الأشداء عنه مثل سيناتور عن نورث كارولينا لينزي غراهام وزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأنه تنازل لتركيا وخان الأكراد وخلق فراغا في السلطة سارعت روسيا لملئه، وستحاول بقايا تنظيم الدولة الاستفادة منه أيضا. وفي محاولة لتصحيح خطأه قام يوم الاثنين بفرض عقوبات على تركيا لردعها عن مواصلة عمليتها والتأثير على المكاسب ضد تنظيم الدولة. واستهدفت العقوبات وزراء الدفاع والطاقة والداخلية وشملت رفع قيمة التعرفة الجمركية على الفولاذ التركي. ويواجه ترامب وضعا في الشرق الأوسط يزداد فيه التوتر بين إيران والسعودية. وختمت مجلة بوليتكو تقريرها بقولها إن ترامب لم يكن متسقا في قراراته، فمع أنه ترك الجنود الأمريكيين يغادرون قواعدهم دون تنظيم من سوريا كان يرسل آلاف آخرين لحماية السعودية من خطر إيران على حد زعم بوليتكو.
الآن من المقالات ننتقل وإياكم إلى جولة الأخبار المنوعة، واخترنا لكم هذا الخبر وفيه جاء: كشفت دراسة أجرتها شركة أوراكل الأمريكية مع شركة فيوتشر وورك بلاس المتخصصة في تطوير بيئة العمل المستقبلية، كشفت أن الموظفين يثقون في الروبوت أكثر من المدير البشري. وشملت الدراسة 8370 موظفا يعملون في مناصب إدارية ورؤساء أقسام الموارد البشرية في 10 دول. ووجدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أعاد تشكيل العلاقة بين البشر والمدراء في أماكن العمل، وأنه يعمل اليوم على إعادة تشكيل الدور المطلوب من فرق الموارد البشرية والمدراء لاستقطاب المواهب والمحافظة عليها وتنميتها. وخلافاً للمخاوف المتداولة بشأن تأثيره السلبي على الوظائف المستقبلية، أبلغ الموظفون والمديرون ورؤساء أقسام الموارد البشرية في مختلف دول العالم عن ترحيبهم بتغلغل الذكاء الاصطناعي في العمل، مع ترحيب كثير منهم بهذا الاتجاه بكل تفاؤل وحماسة. وقد أجريت الدراسة على الإنترنت وتم إرسالها إلى 10 دول مختلفة وب6 لغات، وشارك فيها موظفون دائمون متفرغون. الآن إلى الكاريكاتير. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الصباحي صدى الأقلام. نلتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بوفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.